كلما ازداد التنافر بين الناس الذي هو على الضد من التعارف. ما معنى ما الضد من التعارف؟ الضد من التعارف تناكر، تنافر. ما الذي سيحدث إن حدث تنافر بين الناس وتناكر وما عاد الناس يعرف بعضهم البعض؟ ما الذي يحدث؟ يحدث نفور، يحدث انعزال، يحدث انطواء، يحدث تناحر وتنازع فيما بين الناس. القرآن العظيم بمبدأ التعارف أعلى وحافظ على الكرامة الإنسانية، بل وجعل كل فرد من أفراد المجتمع الإنساني مسؤولاً بإيمانه وضميره عن الحفاظ على تلك الكرامة الإنسانية، وجعلها مبدأً عاماً ومسؤولية عالمية يسأل عنها كل البشر. بهذه المبادئ العظيمة أرسل القرآن العظيم مبدأ العالمية الذي يقع على المؤمنين بمسؤولية كبيرة تحتم عليهم أن ينعكس القرآن بتعاليمه وأوامره في سلوكهم وحياتهم وتعاملاتهم اليومية.